بالنسبة للمسافرين القادمين لفنلندا الآن دايرين تيست الكورونا فيروس تعطيهم منشفة تمسحو بها العنق ديالهم وتحطوها في هاد البوركي، من بعد تعطيوها الكلاب باش تبداو يشموها. هذا داروه في فنلندا، من بعد تبداو يشمو يعني ثلاثة تل أربعة تيكونوا مختلفين. إلا كان شي واحد فيه كورونا تعلم أنه فيه كورونا تيست ما تياخدش أكثر من 5 دقائق الماكسيموم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كي دايرين بخير؟ إوا دابا حنا أنا تنهضر لكم على السفر في عهد كورونا. حنا دابا في السفر في عهد كورونا، إوا شنو نقول لكم دابا أنا غادي نسافر في عهد كورونا. إوا كيما تشوفوا المطار خاوي، دابا حنا حاليا موجودين في مطار هلسنكي في فنلندا. ايوا كيما شفتوا دابا الكلاب، كيما تنقولوا الكلاب حشومه كاع، نبداو نعايروا شي واحد نقولوا ليه الكلب، لانه هو ديجا ما تيدير حتى شي حاجه، واقف ما تياكل، ما تقول ليه تاكل شي حاجه ما تيبغيش ياكلها. حشومه الكلب دابا ولا تيدير شي حوايج ما نديروهمش، كيما شفتوهاش يعني كاين بزاف الناس هو شوفوا شنو تيدير. بالنسبة للموضوع اللي كاين دابا حاليا، ان ليروبور ولا عادي السفر شوية مقاش مقيد بزاف، كما تنعرفوا ان شحال هادي كان مقيد بزاف، ما كناش نقدو نتحركو. كاين بزاف ديال البلدان باقي لحد الان ما نقدوش نمشيو ليهم، دايرين مشاكل، مثلا الهند، جنوب افريقيا، البرازيل، كاين بزاف د المناطق، سريلانكا، يعني كاينين مناطق ممنوع نتحركو عليهم على حسب الدول شنو تيصنفو، شنو يمكن تمشي ليهم شنو ما يمكنش تمشي ليهم. بالنسبة للمغاربة دابا حاليا كما شفتو اليوم انهم صافي طلقوا. بالنسبة للقاح اللي كانوا دايرين، كان هذاك المشكل ان ما يقدوش يدخلوا الاتحاد الاوروبي باللقاح المغربي. دابا حاليا صافي الاتحاد الاوروبي صادق على اللقاح المغربي. بالنسبة بشرى بالنسبة للناس اللي عايشين في المغرب، يقدروا يخرجوا باللقاح المغربي للتريتوار لا كوميونيتي اوروبيان، يعني الاتحاد الاوروبي، الا فرنسا اللي حد الان باقا سينوفرام ما مصدقاش عليه، يعني يقدم شيء ولكن بتيست بي سي ار، يعني خاصو يدي معاه. حنا حاليا في مطار قطر بالدوحة، قطر بالدوحة عامر ماشي بحال فاش كنا في فنلندا. فنلندا حنا 5 مليون، في العاصمة ما مكملينش 800 ألف. كما عارفين قطر من جميع الجنسيات، كاين عندي اسكال تماك. دابا يعني كما تتعرفوا السفر، تنتمنى انكم دابا تقدوا تحركوا، لان عارف الناس انهم بقاو جالسين في ديورهم، وانهم دابا حاليا باغين يتحركوا، باغين يسافروا، باغين يفوجوا على رؤوسهم. ودابا الليبراليه راه دخلات عندنا، تنتمنى انها تكون احسن من هذوك الاخرين اللي كانوا عندنا. وبالنسبة لكما التصريحات اللي جاوا قالوا الدولة ديالنا ما بقاتش إسلامية وجات الليبرالية، ما فهمنا والو في هذاك التصريح. المهم ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك وشكرا. مع السلامة.